كنظن ان ماشي هذا الشيء اللي كنا جايين كنبحثوا عليه، كنا جايين كنقلبوا هذه ثلاثه النقاط، ولكن كنظن النقطه افضل من لا شيء خاصه خارج الميدان ومع المنافس المباشر ديالنا هذه السنه على لوبجيكتيف اللي هو الصعود. كنظن ان المباراه كانت تكتيكيه 100% لا من جانبنا ولا من طرف المحمديه. كنتاسفوا الجماهير اللي رافقتنا لان كنا كنتمناو يعني نحققوا انتصار، ولكن الحمد لله ناخذوا الايجابيات ونصلحوا السلبيات اللي كانت في هذه المقابله ونشوفوا القدام، لان مازال مشوار طويل عندنا لتحقيق الهدف ان شاء الله. وحنا كنا جايين عازمين باش نحققوا ثلاث نقاط، ما وفقناش الله. حاولنا نستغلوا النقاط الضعف ديال الخصم واللي هما لي كونتر. نتيجة التعادل هي نتيجة إيجابية، النقطة اللي غيتخولنا إن شاء الله الصعود هذه السنة إن شاء الله، ونتمنى الخير للمقابلة المقبلة إن شاء الله نحقق. وبالنسبة لنا التعادل خارج الميدان التعادل نقطة إيجابية أحسن من والو، وبالنسبة للمقابلة راه ما كانتش سهلة ضد خصم حتى هو تينافس على الصعود. دينا داكشي اللي مطلوب، كان الجمهور حتى هو مساندنا اللي زاد حفزنا في المقابله. تنتمنى ان شاء الله نعوضوا هاد جوج النقاط اللي ضاعوا لنا هنا نعوضوهم في المقابلات الجايين، وان شاء الله نحققوا المبتغى. دابور جو دي دون لانسوم سيتي بون، ان بوان على ليستيريور سي ان بون بوان ابري، مي سيتي ديفيسيل سيتي ديفيسيل سيتي با ايفيدون، مي اون ا تو دوني اون ا ديفوندو سي سيري لو كود. Bon, et on a eu un point. Non, on a pu peut-être un peu du mauvais match, mais on a eu un point à l'extérieur. On va essayer de travailler au prochain match. خصنا ناخذوا اكبر عدد من النقاط خاصه في الملعب ديالنا باش نستعدوا ان شاء الله في المرحله ديال الاياب، لان تكون مرحله حارقه، وباش نرجعوا لهذا الصرح الكبير لهذا الفريق المكانه ديالو، لانه ماشي حلم وحق لساكنه فاس ان ترجع الفريق ديالها للقسم الاول.